تاريخ 1/9/2020. والموضوع كان تمديد عقد استثمار وتشغيل وصيانة التجهيزات والبنية التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق حريري الدولي بيروت. طبعا المرجع هو كتاب معالي وزير الأشغال والنقل تاريخ 24/8/2020 اللي كان عم بيطالب واللي حكي فيه معالي الوزير عن الصيانة اللي لازم تصير بمطار بيروت وعن الأمور اللي صارت معهم خلال السنوات السابقة ووجوب الصيانة بمطار بيروت، وقدم لهم بالعقد اللي معمول مع الشركات المشغلة بيقول بالمادة 12، مش هيك استاذ فادي؟ بالمادة 12 انه بحق له معالي الوزير وبالسلطة الممنوحة له يسمح لهم يصلحوا او يعملوا مينتنس على الاساطير او اعاده تاهيل البنى التحتيه بالمطار بما يتعلق بتزويد الطائرات بالفيول. واجا وحكمين حتى بعت معالي الوزير الكلفه المرتقبه اللي هي بالغه 5,629,393 دولار امريكاني. نحن العقد مع الشركة المشغلة هو لأربع سنوات. الديوان المحاسبة بيقول إنه ما فينا نمدد لأنه المبلغ اللي بيطلبه الأجار هو بحدود المليار و800 مليون ليرة، مليار وثمانمية وشوي، أي ما يعادل 1,200,000 دولار. والكلفة لإعادة إذا بدكم التأهيل هي 5,600,000، فبتصير تقريبا على 4 سنوات و8 سنين و8 اشهر مدة تمديد العقد، وهذا جاي بالعقد الاساسي انه كل اعمال بيعملوها بحق له الوزير يمدد لهم للفترة. العقد الاساسي كان في موافقة من ديوان المحاسبة صحيح على دفتر الشروط. صحيح، وفي موافقة من ديوان المحاسبة على دفتر الشروط، وهذا اللي كان عم يشرح لنا اياه كل الوقت مع الوزير. هلا نحن كمجلس نواب لما بيجينا هيك إذا بدكم رأي أو هيك تبليغ بيحولوا للجنة الأشغال دولة الرئيس بري، وبالتفصيل ممل الرئيس بري طلب منا إجراء المقتضى بعد الكشف. فنحن جايين لنكشف وعملنا جلسة مطولة، شفنا كل شيء على الورق وشفنا كل شيء بالقانون. كنواب في 8 نواب موجودين من اللجنة ورينزلين هلأ كمان نكشف على الواقع. معالي الوزير أخذ إذن من فخامة الرئيس بموجب كتاب طبعا قدمه لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس دياب وقال لهم شرح لهم وضع المطار. هلأ حسب كمان وجاوبوا أنه تفضل اعمل وجبتك واعطيه الشركة تخليها تشتغل وتبلش بأعمال الصيانة اللي بياخدوا سنة ونص مبدئيا أو إعادة تأهيل بياخذوا سنة ونص بالمبدأ. هلأ في عنا كتير إشياء ناقشناها جوا بالتفصيل الممل. طبعا نحن هيئة مراقبة، نحن من رائب بس التنفيذ معالي الوزير، ومشان هيك نحن فصل السلطات هي كان شغلة مهمة بالدولة اللبنانية. شرحولنا كتير إشياء ما في خبي، وأكدوا علينا أنه 83,000 لتر يلي إذا بدكم يلي سربوا بقلب خزان ونشيلوا من الخزان. وأنا أكدت على السؤال 10 مرات وأكدوا لي أنه نشيلوا 83,000 لتر، يعني ما ضل في شيء. وهذا الشيء بال 2019 وزملائي موجودين شاهدين على الموضوع، 83,000 لتر انسحبوا 83,000 لتر. وأكيد هدول ما راحوا على الدولة، راحوا على الشركة. هلأ أنا بهمني الأمن يمكن أكثر، أمن المواطن، ولكن نحن رح برجع بقولها وقلتها بمؤتمرات صحفية سابقة بوجود زملاء النواب، المطار ما بقى بينترك، المطار في عنده مينتننس الكونفير بيلت كل القصص. في عندي لوائح حتى اجتني من الميدل ايست عم بيطالبوا تصليحات بحدود ال 100 مليون دولار لازم تصير على المطار. وهاي نحن كل الوقت كنا عم نحكي فيها اذا بتتذكروا من سنتين. هلا في شيء مهم وفي شيء اهم، اكيد بدنا نتمنى على دولة الرئيس الأستاذ مصطفى أنه بكرة
أول اجتماعات رح تصير بالنسبة ل ساد أن يكون في حصة مهمة للمطار. وأنا بعرف ورح بأكد من هون أنه الهيئة الناظمة كانت حلت كل هالمشكلة. نتمنى أن يكون عندنا هيئة ناظمة للمطار لحتى ما بقى نضلنا ننقلق على بعض ونقول المطار متروك والمطار مش متروك. البلد إذا ما انحكم بهيئات ناظمة وبمجالس إدارة حقيقية وبسيستم مضبوط ما رح نوصل لمحل. وأنا يعني اليوم استمعنا بشكل مفصل لأستاذ شماس، أستاذ مارون شماس، طبعا لمعالي الوزير ولأستاذ فادي ومستر أستاذ نوفل، بالنسبة لأستاذ جورج دومت، أستاذ جورج دومت بالنسبة للوضع الأمني، العميد عفوا، للوضع الأمني ووضع سلامة المسافرين اللي هي أنا بتهمني أكثر من كل الحديث. في سلامة ولا ما في سلامة؟ حضرتكم مسؤولين عن سلامة هالمواطن لما بفوت على المطار، نعم أو لا؟ وأنا بتمنى أنه ترجعوا تسمعوها منهم بتمون وبأقوالهم. فإذا عندك شيء مع الوزير تضيفه أنا بتمنى تزيح. في شيء خوف يعني ولا منطق؟ هذا اللي عم نقول يعني. نعم. لمست كثير طمنت ولا بعدك خايف؟ لمست الجمعة الماضية. أنا لقلك أنا وزملائي لمسنا جدية، خلينا نقول الأشياء مثل ما هي، لمسنا جدية حقيقية يعني ومسؤولية. هلا بتقولي لي والله بقدر طمنك طمني 100%، بدها متابعة هذا الموضوع. بعدين في ناس عم تشتغل، ليش بدي أقول لا؟ يعني في ناس جديين عم يشتغلوا وعم بحطوا خطط للمستقبل، لأنه المطار عمره البنية التحتية تبعيته عمره أكثر من 30 سنة. فما فينا نجي نحن كمان نقول والله ما بدنا نصرف عليه، ما بدنا نحط ولا ليرة على المطار، وما عندنا هيئة ناظمة، وما معنا مصاري، ونقول ليش طيب صار هيك؟ بدها تفهم الدولة اللبنانية إنه في شيء ضروري بدها ينعمل، ونحن مش يعني بدك تقولي لي إيه أهم؟ إنه والله ادعم ممكن تقتل العالم، بدعم الطحين ولا بدعم شبكة الفيول اللي يعني بدها تقرر الدولة شو أولوياتها. ونحن هذه كانت مأخذنا كمجموعة على الإداء اللي كان عم بيصير. فنحن ما حيمشي البلد بلا هيئات ناظمة. شكرا. شكرا. بس اذا بتسمح بس اجتماعي عن بركي بيتم رمي فيها زيوت غيار تبع الطائرات وقال بتهدد السلام العامه، هل رح تتفقدوا هاي؟ هلا بنسال طبعا نازلين نشوف كل شيء تحت، بس هلا اذا بتسمحوا لي بس احكي كلمه قبل الجوله الميدانيه. اول شيء بدي رحب بسعاده النواب وبسعاده الاخ كمان رئيس اللجنه، لجنه الاشغال، الأستاذ نزيه، وأهلا وسهلا فيكم بكل وسائل الإعلام. ومني رح أطول لأني أنا عملت مؤتمر صحفي بهذا الخصوص، بس رح أرجع عيد وكرر أن وجودكم كتير مهم، وأنتم بتسلطوا هيك حرفيا الأضواء على المواضيع المهمة، وما بعتقد في موضوع أهم من موضوع السلامة. نحن اليوم السيد النواب لجنة الأشغال موجودين هون تيتفقدوا على الأرض هني شخصيا كل ما يتعلق بالمواضيع اللي كنا عم نحكي عنها اللي بتتعلق بالسلامة بالمطار، بما فيها تزويد الطيارات بالوقود، وبما فيها كل الأمور الأخرى. وكمان أشاروا بذات الوقت لمواضيع كتير مهمة أنه مرفق بها الأهمية كمان بده صيانة بشكل عام، وبطبيعة الحال هذا بده اعتمادات، ونحن بنعرف الوضع اللي نحن فيه هلأ، ولكن لازم يكون في priorities الأمور اللي هي ممكن تأثر على حسن سير العمل أنه ما يتوقف بها المرفق أو بالسلامة العامة. هيدي مواضيع بأهمية الدواء وبأهمية الغذاء وبأهمية كل الأمور. هذا كلنا نحن معك ومنأكد على هالشيء. أنا بدي جاوب على السؤال اللي سألته، بدي أقول بطبيعة الحال بدنا نحط نحن نصب أعيننا أنه هذا مرفق عمره الإنشاءات فيه بتزود الطيارات بالوقود وكل الأشياء الثانية أغلبها عمره أكثر من 25 سنة. نحن قصة البريفنتيف مينتننس هيدي ثقافة لازم كلنا بهالبلد نعملها. أكيد لما يكون واحد عنده سيارة عم بيعبيها بنزين من طرمبة بنزين، إذا ما في عناية بهالمحطة الوقود بالخزانات وبكذا في خطأ، معناته موضوع الصيانة مهم. بس نحن اللي عن جرب نقوله مش لأنه هلأ بالوقت الحاضر في أي خطر داهم على الإطلاق،
لأنه أولا وأخيرا تسرب صار وصار في اهتمام فيه. قالنا الأستاذ مارون خبرنا كمان كيف صارت عملية تصليح الخطأ. شركات عالمية بتجي، شركات فرنسية بتجي، في ماني ويلز بيمشوا عليها، في نومز مؤسسة عالمية جيج هي بتمشي عليها. مواضيع الصيانة ما حدا بيقبل أنه يتهاون فيها. بدي أقول لكم شغلة لازم تعرفوها، تأكدوا ما في خط طيران بالعالم بيقبل طيارته تنزل بمطار بيروت لو ما عنده هو دوريا انسبكشن على موضوع السلامة. وآخر شيء هالموضوع صار من فترة قصيرة، فما في شريك بتجي أصلا. يعني إذا نحن معتبرين أنه نحن لا سمح الله حدا منا بعن يتهاون، هيدي شركات مطار هو محل كل العالم بيجي عليه، وبالتالي تحت رقبة العالم كله. فأنا عن طمنكم أنه ما في خطر أبدا داهم بالمطار على الإطلاق، ولكن ممنونين إنكم عم تسلطوا الأضواء، لأنه البريفنتيف مينتنس إذا ما عملت مزبوط بالمستقبل قد تؤدي إلى خطأ. هذا 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 من الناس، الناس تعبانة، الناس جربت بالبور صحيح. وحقنا نحن كمسؤولين وحقك حقك كوزير إنك يعني تدافع عن إذا بدك عن عملك، وحق الناس كمان دائما ينتقدونا. استاذ نزيه انا شكرتكم بالدرجه الاولى، لانه لولا وجودكم نحن ما موجودين عن نلقي الضوء على الموضوع. بالعكس انتم كاتاليست دائما للشيء الخير والبناء بالعكس. وانا عم بشكر الصحافه وعم بشكر الكل. انا بس بدي ارجع احكي كلمتين بس، لانه كمان عم ينعمل لغط كثير كبير بالاعلام على مواضيع اللي هي منا موجوده اصلا. ما كل شيء يا شباب في موضوع نظرية المؤامرة مضبوطة، الكونسبيرسي ثيوري. يعني نحن كوزارة كان قدامنا خيارين، يا أنه منأمن هالمصاري اللي هي ضرورية للصيانة وهي إشياء تتشترى فيها معدات جاية من برا اللي هي 5.6 مليون دولار حسب شركة توتال، يا أنه الطريقة الثانية الوحيدة نعتمد على البند رقم 12 بالاتفاق الموقع بال2016 والدفتر شروط وافق عليه الديوان المحاسبة بوقتها، واللي بيقول نطلب من الشركة اللي هون بيرأسها يعني الأستاذ مارون بيرأس الكونسورتيوم الشركة القائدة أنه هني يعملوا هالموضوع، مع أنه هني بالنتيجة منهم طالبين ولا ريدين ولا مبسوطين بهالشي، مشان نقدر نحن نعمل هالإعادة التأهيل للبنية التحتية. أنا كوزير أشغال توجهت برسالة، أنا بعثت الرسالة إلى ديوان المحاسبة وقلت لهم يا هيا هيا تفضلوا قولوا لنا شو لازم نعمل. بيجاوبوني بعد أسبوعين أو ثلاثة أنه بما معناه أنه في هدر بالمال العام، لأن إحنا ما هدرنا شيء ولا عملنا شيء. هلأ أنا أسا ما عملت حتى ما بعثت له رسالة بالموضوع، لأنه عنشوف أي شو أحسن خيار لنا. وبعد منا لمن حسينا بنص ديوان المحاسبة أنه كأنه ما في رغبة أن نمشي بهالموضوع، لأنه فترة التمديد تتخطى الأربع سنين وهو حسب القانون هالشي ما بيجوز، مع أنه موجود بدفتر الشروط الأساسي. أنا بعرف أنه قرار ديوان المحاسبة بده قرار من مجلس الوزراء إذا بدنا نمشي بعكسه، لأنه الضرورة لها أحكام، ولأنه في عنا فوبيا جماعية بعد اللي صار بالمرفأ أنه الوقت هو الأهم. قمت وجهت رسالة لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس وشرحت لهم في ذات الشيء اللي ورد برسالتي لديوان المحاسبة، وطلبت منهم أنه هني ياخذوا القرار. أنا ما أخذت قرار خلافا لشو عن يصير بوسائل الإعلام أنه أنا أخذ قرار لأني متواطئ بدي مدد للشركة بمثلها الأستاذ مارون. هذا حكي خالي يعني عن الصحة وعاري عن الصحة وما في شيء من المصداقية. أنا بعرفه من ثلاثة أيام الأستاذ مارون بس تكونوا عارفين. ف أنا وجهت رسالة بما أنه بالظروف الاضطرارية اللي بيكون في حكومة مستقيلة بفترة تصريف الأعمال ينوب عن قرار مجلس الوزراء قرار استثنائي بيكون بيمضي فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء. هن تبنوا الخيار اللي بيقول لا مشوا بتمديد العقد لأنه هاتوا إمكانية تأمين الـ 5.6 دولار فريش ماني ما أنا موجودة. وأنا من وقتها مع أني الرسالة عندي بالوزارة لا عملت له اتفاق ولا عملت له عقد، من وقتها نحاول أن نأمن الـ 5.6 مليون دولار لأنه بنشتروا فيها معدات من برا بطبيعة الحال، وما توفقت لحديت اليوم. مع أنه يمكن صار لي أربعة أيام ولازم أمشي بالقرار اللي بعت لي فخامة الرئيس ودولة الرئيس، بس بعدني عم بتريس تأمن هالمصاري حتى ما نمدد العقد، بس تنعطيه بشكل فوري وسريع إذن أنه يصلح المنشآت طبعا بقرار رضائي لأنه ما في وقت.
لأنه إذا بدنا هالموضوع نحطه بدائرة المناقصات ونطلب مناقصة عامة بده 3-4 شهور وما حدا منا بقى مستعد أنه بهيك المواضيع تتعلق بالسلام العام ينطر كل هالوقت. فهذا كل الموضوع. أنا بين اليوم وبكرة بدنا نشوف إذا قدرنا لأينا صيغة اللي هي لا تعتمد بس حصريا على تمديد العقد رح نمشي فيها. ما لقينا صيغة، أنا عندي قرار فخامة الرئيس ودولة الرئيس اللي هن اختاروا هالشي، أنا كوزير أشغال رح أمشي بالموضوع. وبدي أرجع وأكد أنه أنا بشكرهم أنه هن أبدوا رغبة أنه يعملوا هالشي، وإحساسا منهم كمان بمسؤوليتهم تجاه هالمرفق وتجاه المواطن والبلد. وبدي أشكر كل اللي عم بيساعدونا، كل السيد النواب والإعلام والجميع. وبريد أنه عن جد نتوخى الحقيقة بالدرجة الأولى، لانه كمان الاشاعه تقتل، يعني مش بس اكيد للمواطنين. نعم. اذا سمحت اذا في سلامه عامه ولا ما في سلامه عامه، اكثر من اللي حكيته عم اقول لكم. هذا على لكم المطار بتنزل فيه كل انا بس رح برجع بقول شغله، لانه انا وردني من احد الصحفيين الكبار بالبلد عم بياكد انه كمان لازم نشوف قصه المولدات الكهرباء، رح نكشف عليها، لانه كمان اجينا صار الاخبارات عم توصل بكثافه، ولكن واجباتنا نحن نتحقق. بس سبق يعني كارثه المرفأ وهيدا اللي صار هلا اخر شيء بالمطار، مش بتلاحظوا انه في هل في تصويب سياسي على المطار نوعا ما؟ يعني الشائعات على المطار صاروا من فتره، مش هلا وقت المرفأ، هل هناك في نيه تصويب سياسي او يعني نوعا ما؟ ما بعتقد الموضوع بالنسبه لي بطبيعة الحال، يعني أنا قلتها بالمؤتمر الصحفي، اللي بينحرق من الحليب بيصير ينفخ على اللبن. اللي صار بالمرفأ كارثة كبرى، كارثة كبرى، والناس بدها تخاف. في عندك بيقولوا لك المطار كمان تعرفوا هذا مرفأ كبير كتير، في إشارة الإعلام يحكي هذا أمر عمل جيد، أنا شكرتهم، بس أنه كمان ذات الوقت والعمل اللي قمنا فيه، الزيارة اللي قمنا فيها بناء اللي طلب رئيس المجلس للتأكد، لجنة الأشغال النيابية للتأكد لمصلحة المواطن وسلامة تأكدنا بالتفصيل الممل أنه تأخذ أعلى المعايير الفنية وأنا ما بيمشي المطار من قبل الشركة، وما في شركة أجنبية بتقبل تنزل فيه بالفعل هيك. يعني طلعنا على الخرائط، طلعنا على طريقة العمل، لا هذا الشيء بطمن، نحن فتنا شيء وظاهرين فيه هلا. طمننا من أمن المطار كمان. نعم. دائما عم نسمع إنه الإنشاءات بالمطار هي قديمة وتعود للزمن، بس الإنشاءات بالمطار دائما عم تتلزم لشركات تقوم بصيانتها. ليه بدنا نوصل لهالمرحلة من سوء المنشآت؟ وهل سيكلف هالشي اللي رجعته وكلته أو مددته العقد للشركة، هل سيرتب على الدولة مصاريف جديدة أو هي رح تكون بدي أنا جاوب. منشآت المطار من 83 حبيبي، صحيح. الانفراستركتور معمولة تحت من 83، 37 سنة، يعني؟ بس 37 سنة ما انصرف ليرة مثل الخلق على المطار. لما عم نقول هاي أناصبة، لما نقول لازم نعمل مينتنس للمطار، ولما منصرخ بمجلس النواب كل النواب يا جماعة ما بيصير، هيدا عم نوصلنا لهون. بده البلد ينحط على سكة ماشي وسكة حقيقية. اليوم أنا كرئيس لجنة أشغال بأول جلسة وبآخر جلسة وبكل الجلسات كنا عم نحكي نفسي وزملائي نفس القصة، يعني ما بينا نكفي بالبلد بالعشوائية اللي كنا ماشيين فيها. بس أنا بريد أقول يلي قالوا معالي الوزير واللي قالنا إيه أستاذ شماس، إنه عم تجي شركات من فرنسا على طول عم تعمل إنسبكشن، وهن اللي عم بيأكدوا يعني، وإلا غير هيك ما بيفوت طيارة لعندي. والصيانة عم تنعمل. الصيانة معمولة، بس هلأ نحن عم نطلب صيانة ويست متوسطة إذا ردي. وأكثر من هيك يعني نحن درينا استباقية. إيه خلاص طرحنا. شكرا. بالأوكسون. شكرا مع الوزير.